تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن المحلل السياسي محمد أبو العينين. أهلا بك. بداية، إذن سونك رسميا رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين، هل سينجح المسؤول الجديد فيما فشلت فيه نظيرته السابقة ليز تراس في ظل أوضاع صعبة واستثنائية تعيشها بريطانيا الآن؟ سؤال جيد لكنه صعب الإجابة عليه بشكل قاطع، يعني هل سينجح أم لا؟ أعتقد أنه يمكن الإجابة عنه بمعيار أن الخطة التي اتبعها ريشي سوناك والتي أعلنها بشكل واضح خطوط عريضة لخطته الاقتصادية، أعتقد أنها أكثر واقعية. هذا ما قالته الفاينانشال تايمز وهذا ما قالته أكبر المؤسسات والمراجع الاقتصادية في هذا المقام، وبالتالي يمكن القول بأنه إلى حد ما هو يمتلك خطة واقعية، لكن على الجانب الآخر هو يواجه تحديات كبيرة. هذه التحديات على سبيل المثال نحن نتحدث عن حالة انقسام سياسي، هناك صقور حزب المحافظين الذين يعني كانوا يدفعون ببوريس جونسون للعودة مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء، والذين تسببوا في تقديري أيضا في إسقاط ليز تراس، وبالتالي نحن أمام تحديات كبيرة. أضيف إلى ذلك أنه كوزير أو كرئيس للوزراء يواجه تحديات على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي. نعم. طيب، سوناك وعد بالعمل بنزاهة من أجل الشعب البريطاني، كيف تلقى البريطانيون صعود الرجل خاصة وأنه أول رئيس وزراء بريطاني من أصول مهاجرة؟ هي خطوة فيها كثير من الذكاء، خلينا نقول أنه فيها كثير من الذكاء، لأنه في نهاية المطاف هو قدم نفسه على أنه بعيد عن الصورة التي قدم بها بوريس جونسون نفسه، والتي طبعت للأسف الشديد صورة رئيس الوزراء القادم من حزب المحافظين السابق، وبالتالي هو يعني وضع نفسه على مسافة مع هذه الصورة، وأعتقد أنه كان يتعمد هذا الأمر. إضافة إلى أنه أيضا وبذكاء شديد ثمن الدور الذي لعبته رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وأكد على أنها جاءت في مرحلة صعبة، وهذان المرجعان أو الخطتان أو التعبيران يدلان على ذكاء سياسي وقدرة واحترافية في إدارة العملية السياسية. إلى أي حد سيستجيب صقور حزب المحافظين ويدركون بأن المخاطر الاقتصادية شديدة الوطأة وشديدة الواقع على الداخل وعلى الخارج، وأن التحديات أكبر من الانقسام والاستقطاب السياسي الذي يمكن أن يعد في الاعتبار أحد الأسباب التي أقصت ريشي سوناك؟ وأنت تتحدثي عن أصوله الهندية بطبيعة الحال، وربما لون بشرته أيضا يمكن أن نتحدث بهذا على هذا المقام، مع حزب هو في نهاية المطاف حزب يميني إلى حد ما محافظ، يعني مع كل هذه الاعتبارات، لكن أيضا بريطانيا اشتهر السياسيين البريطانيين بقدرة عملية وبراجماتية واسعة مكنتهم إلى حد ما من مواجهة التحديات. المحلل السياسي محمد أبو العينين، كنت معنا من العاصمة البريطانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.